بالتعاون مع المشروع الإقليمي لدعم الرعي في الساحل، نظمت وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ورشة حول وضع أسس وطرق كفيلة بالمساعدة العاجلة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية. المناسبة احتضنتها مباني الخلية الدائمة بفرشة. شراقة عبد الله رحمة. تعد الثروة الحيوانية من القطاعات الهامة يجب الاهتمام والعناية بها، وتعتبر مصدرا أساسيا لدفع الاقتصاد الوطني. لذا جاءت هذه الورشة التدريبية بهدف تقوية كفاءات المشاركين في مجال دراسة ووضع خارطة الطريق لمساعدة الرعاة في توفير البيئة الصالحة للرعي. وعلى هذا المنوال، قال منسق المشروع الوطني أحمد حسين موسى بأن هناك بعض الصعوبات التي تواجه الثروة الحيوانية بالبلاد، ولأجل معرفة أسباب التي تؤدي إلى صعوبة ممارسة الرعي واتخاذ التدابير المناسبة لها في هذا القطاع، يدربوهم في مسألة رد للكوارث، لأننا نعرف كون في الساحل بصفة عامة في كوارث طبيعية دائمة تسبب كثير من المشاكل بما يخص تربية البهائم من المجاعة والأمراض. الأمين العام بوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور جبريل كرام والآخر أكد بأن الورشة تعمل على تأهيل المشاركين في تذليل الصعوبات التي تواجه الرعاة خاصة وقطاع الثروة الحيوانية عامة من صحة وجفاف المراعي وغيرها، مؤكدا بأن الوزارة عبر مشروع الإقليمي لدعم الرعاة في الساحل سيبذلون كل ما بوسعهم في تقديم الدعم اللازمة لهم، علما بأن الثروة الحيوانية في الآونة الأخيرة شهدت تأثيرات بيئية بسبب التغيرات المناخية.